السياسة. هنروح فين يا ترى؟ هنروح للأزياء وموضة ومصممة الأزياء هالة خوري. كل اللي عايز يعني يصفي ذهنه من كلام السياسة ينتظرنا بعد الفاصل مع الفقرة اللي جاية. خليكم معنا في صباح البلد. دايما الناس بتستنى تتعرف على الموضه من خلال الديفيليهات، او دلوقتي بقى الانترنت على طول تدخل على ويب سايت او تدخلي على ويب سايت بيعرض ازياء او دور ازياء عالميه وتعرفي الموضه السنه دي ايه او شبه ذلك بطريقه ما. لكن الجديد اللي بنقدمه النهارده واللي بتقدمه ضيفتنا النهارده هو انها بتقدم لكم مانيوال او كتاب بيكون معاكي بتتكلم فيه عن الموضه في كل حاجه. الكتاب ده اسمه مرآه اناقتك لمصممه الازياء هاله خوري اللي برحب بيها. ازيك يا هاله؟ برحب بيكي. وبصراحه اول مره اشوف مانيوال او طريقه ارتداء ملابس او مناسبات متعدده ممكن يتلبس فيها. يعني بتتكلمي في الكتاب ده انواع الاقمشه، الالوان، شكل جسمنا ايه فنلبس ايه، الجينز ممكن طريقه توليفه مع لبس مختلف يعمل لوك مختلف. كلميني عن الكتاب الاول قبل ما نشوف الازياء على الشاشه. طبعا هو انا كان هدفي منه انه يبقى مرجع لكل فتاه او امراه على اساس انه يبقى شامل كل حاجه، ما يبقاش حاجه موضه النهارده. هو ما بيتكلمش عن اي حاجه تخص الموضه في الوقت الحالي، يعني هو بيتكلم في كل وقت. يعني حضرتك هتلاقي مثلا الصور، ممكن تلاقي في صور شكلها مش جديد، موديلات قديمه زي التايوهات زي البدل كلاسيكيه بتمشي في كل وقت. فهو ما بيتكلمش عن حاجه يعني موضه الالوان السنه دي او الموديلات نفسها السنه دي، لا هو بيتكلم كمرجع ان كل واحده عندها مناسبه او عندها شيء ترجع تشوف ايه اللي يناسبها وايه اللي ما يناسبهاش، وايه اللي ممكن تعمله مثلا في بالنسبه للاقمشه. يعني ايه القماش اللي ينفع سهره، القماش الصبح والجسم وكل الحاجات دي، يعني كل حاجه ليها حاجتها. فانا بتكلم فيه على كل حاجه، طبعا هو خبره سنين كتير فلميت فيه كل شيء يقدر. يعني في ناس ما بتقدرش تعرف ايه اللي يناسبها وايه اللي ما يناسبهاش وايه اللي ينفع معاها وايه الموضه اللي ممكن تمشي في الوقت ده. كل الحاجات دي اتكلمت عليها في فصول يعني منفصله عن بعض. يعني مثلا هل انت كاتبه جاكيت ابيض بحليه كنار من الورد الاحمر او الفوشيا او الاصفر يشبه موديلات هاواي ويتلائم مع بنطلون من الجينز وبادي ابيض. يعني ما هو مثلا ممكن وقت يجي لنا ان الورد مش موضه، مش موضه فما تلبسوش، انت هو ده المعنى من الكتاب. ان ممكن ده يتلبس بس هو المعنى امتى وازاي بالظبط؟ المعنى اللي انا بقصده في الكتاب ايه هي الموديلات المتاحه لكل وقت. يعني ممكن تلاقي واحده مثلا على البلاج لابسه لبس مش بتاع بلاج، يعني صحيح، فانا عايزه اقول لها لا ما ينفعش انك انت تبقي لابسه بنطلون وجاكيت مثلا او بليز، يعني ما ينفعش. فانت يعني مش ممكن تروح كده البحر مثلا يعني بجاكيت. الصوره دي بتتكلم عن دفوهات الجسم، عيوب الجسم. اوكي، انه ازاي يعني تلائم الحاجه اللي تتماشى مع جسمها. بتكلم عن اللي هي مثلا عريضه الكتاف، اللي عندها هانش، اللي عندها فخاد، ايه اللي يناسبها وايه اللي ما يناسبهاش عشان تداي عيوبها. لانه دايما كل امراه ما بتشوفش قوي عيوبها، فانا بطلب من الكتاب ده ان كل واحده تقدر تبقى صريحه مع نفسها ومع مرآتها. ايه اكتر قسم تعبك في الكتاب ده واخد منك فتره طويله في كتابته؟ دفوهات الجسم طبعا. دفوهات الجسم لان هو اكتر يعني اكتر شق بنشتغل فيه، لانه كل السيدات والبنات ما بيقدروش قوي، او في ناس بتبقى متعقده من الدفون اللي عندها، فبتفتكر ان هي دي اخر يعني اخر الدنيا وانها ما تقدرش تلبس وما تبقاش شيك الا لما الدفون ده يتصلح. لكن طبعا ده مش حقيقي بكل واحده. يعني احنا شايفين مثلا هي اللي في الصوره ممتلئه الجسم ولابسه ورد، ده صح ولا غلط؟ هو طبعا الفلوريد كتير مع الممتلئات مش بيبقى يعني جميل قوي، بس بيداري عيوب معينه. الورد بيخطف العين، انت فاهمه قصدي؟ يعني ما بيخليش العين تحس الجزء اللي انت ممتلئه فيه فين. فالورد بيبقى ليه كده جار، فاهمه قصدي؟ يخطف العين. كمان جزء اهم بتتكلمي فيه عن الالوان اللي بتليق مع بعض. يعني كاتبه شويه الوان، عارفه دلوقتي وانا بتفرج لما تخيلتهم لا يبقى حلو. يعني نبيتي كاتبه ايه الالوان اللي تليق معاه، كاتبه المقلم اللي يليق معاه وهكذا. طب نقدر نعمل ده ترجمه انا عارفه ان مش هو ده موضوع الكتاب، ولكن مثلا نطبق الكلام ده عملي. الليبرد احنا عارفين اللي هو الانيمال برنت،
او الـ اسمه ايه مطبوع الحيوانات اللي هو النمر راجعه موضه السنه دي جدا هي ولكن بطريقه يعني اخر من اخر الصيف بس الشتاء كمان اكتر مش بطريقه عاديه بيتلبس مع حاجات يعني مع حاجات تانية. يا ريت تدينا مع بعض كمان بيدخلوا غيام مع التايجر مع الالوانات مع بعضها فاهمه قصدي داخلها كوانتيه يعني بينقش النقوشات كلها مع بعضها بس الحاجات دي انا مش بفضلها للممتلئات قوي يعني فاهمه قصدي يعني ممكن تبقى فشال فولار يعني انا شفت مثلا ناس عاملينه الشال وحواليه الفويو معمول تايجر ودخلوا الوانات مع صحيح. بعضها أيوه. هو دلوقتي الموضه بقت ماتشنج من كل حاجه لو لاحظتي هتلاقي الالوانات كتيره مع بعضها تدخلات كتيره مع بعضها يعني ما بقاش زي زمان الاسود تقليدي على مثلا الاحمر صح. الاخضر لا دلوقتي بيلعبوا في الموضه لكن انا الهدف اكتر من الكتاب انه مش كده الهدف انه اداري حاجات معينه افهم انه لان في ناس ما بتلبسش صح بتلبس مثلا ماركات وده مش يعني مش اساس بالنسبه لنا الماركات ولا انا بعادي الماركات بس في ناس همها انها تبقى لابسه ماركه مش مهم بقى هل دي لايقه لها او مش لايقه لها صحيح. وتلبس موضه برضه لايقه لها او مش لايقه لها مش مهم فده غلط احنا ممكن نلبس كل حاجه انت كمان قايله لنا ايه اللي يبقى في دولابنا يعني ايه اللي يبقى في دولابك في الصيف ايه اللي يبقى في دولابك بالزبط. في الشتاء وايه الربيع والخريف طبعا يعني بيبقى مع بعض هو انه دولابك دايما يبقى فيه حاجات اساسيات الباقي بقى دي مكملات قولي لنا بقى ايه اللي المفروض يعني يبقى في مثلا في الشتاء ده اساس المونتو المونتو لازم يبقى متواجد البالتو في اي دولاب فتاه او امراه وبعدين موضته ما بتروحش بسهوله يعني صح. ما بتلاقيش المونتو النهارده مثلا ليه موديل والسنه الجايه موديل تاني لا الكلاسيكيه هي الكلاسيكيه بتفضل ماشيه زي ما هي تغييرات بسيطه بتحصل فيها فده قطعه في الشتاء اساسيه الجاكيت البلول البنطلون الاسود دي الحاجات اللي بتبقى اساسيات موجوده الدولاب. عندك في الشتاء الصيف مثلا اساسي الشميز البنطلون الجينز البادي دي برضو اساسيات لازم تبقى متواجده عندك وبتقدري تلبقي معاهم اللي انت عايزاه يعني النهارده بلبس المونتو على فستان بكره بلبسه على بنطلون وبلوفر كده يعني فانا حاطه طبعا هو كذا حاجه يعني طبعا. بس في اساسيات لازم تبقى متواجده اي موضه بقى جديده بتطرق عليكي تضاف بقى اليهم فاهمه قصدي جايبه كمان ازياء للمحجبات طبعا يعني متكلمه ان هم مهتميه بيهم جدا إيه؟ كمان لانه دلوقتي احنا يعني الاغلبيه محجبات الشارع وفي عندنا مشكله بالنسبه للمحجبات انهم ما بيقدروش حرام يقدروا لان انت بيزيد عليكي الاشاره بتاع الحجاب فده بيعمل مشكله ممكن يبوظ لون كل كمان يعني ده لون عيب كمان لون فده كمان. عيب لون كمان فلما بتبقى لابسه امبريمي او لابسه حاجات زي ما حضرتك قلت الغيه مع الكاو مع التايجر مع كل الحاجات دي كده يبقى الدنيا دخلنا في شق تاني فلازم تبتدي تظبط يعني لازم عينك تبقى مرتاحه وانت لابسه الشيء ده فانا بفضل مثلا بالنسبه للحجاب انها تنقي لون واحد يكون ماشي مع اللبس اللي هي لابسه ساده ويبقى ساده خالص يعني ظهرت ظاهره حكايه الكرانيش والورد لا دي مش موضوع موضه شعرنا لون بالظبط لون واحد فكل ما كانت الالوان هاديه انت فاهمه قصدي كل ما ادت شكل اقيم واحلى كمان بالنسبه للون بشرتها لازم تفهم انه لون البشره له علاقه بالاشاره جامد جدا يعني في ناس تلبس اشاره باسود تلبس الوان فاقعه وهي سمراء جدا فما ينفعش صحيح فلازم تبقى تلبس الالوان الهاديه اللي بين وشها هادي شكله جميل يعني كل ما قلت من البهرجه دي كل ما كان احسن وطبعا متكلمين في المحجبات عن البادي والبوليرو الحاجات اللي هي بتناسبها عشان يعني تبقى حشمه وشكلها شيك يعني صحيح. مش معنى انها محجبه انها ما تبقاش طيب شيك في جزئيه هامه جدا برضو لازم نتكلم عليها وهي السواريهات احنا لازم يكون عندنا ايه سواريه من الاساسيات يعني في وقت من الاوقات كان الجوبات والباديز هي الموضه انك تلبسي توب مش بادي يعني توب وجوب او بنطلون وبعد كده بقى لنا كذا سنه لا الفساتين بكل اشكالها رجعت هي الموضه مره ثانيه كلميني عن السواريهات بصي السواريه ما ينفعش انه يبقى ثابت عندي لانه السواريه متغيره مناسبات مناسبات وبعدين في موضه في جامده
فما ينفعش انه يبقى حاجه ثابته عندي البسها كل سنه. بس ممكن ان انا في قسم بعد بتكلم فيه انه ممكن تغير شكل الفستان السواعي، انه ازاي تقدر يبقى عندك فستان تلعبي بيه وتحوليه من عادي لسواقي، فدي ممكن لكن يعني فستان زي اللي احنا شايفينه ده مثلا ممكن يضاف له بوليرو حلو او اكسس ولا ده ايه؟ هو درابيه من عند الست. شيفون ممكن تعملي ميكس اند ماتش، يعني تعملي حاجه عليه تغير من شكله. يعني انا بقول انه ممكن تلبس الفستان اكتر من مره، يعني مش انها مثلا راحت بيه فرح فترجع تقول لك لا مش هلبسه تاني. لا، هي ممكن تعمل فيه بعض التعديلات وهو هو ويبان في شكل تاني لو هي رايحه فرح تاني. لكن بالنسبه للسواري انا بتكلم فيه انه كل مكان ليه لبسه، يعني ما تلبسيش فستان جران سواري كبير قوي في مكان مثلا في فرح معمول في قاعه صغيره او في بيت او في مكان صغير، لا انت لازم تلبسي الشيء اللي يناسب المكان اللي انت رايحه. والفرح بتاع الصبح غير الفرح بتاع بالليل. بنتكلم على الافراح اللي بتتعمل دلوقتي في الساحل وفي الحتت دي وعلى البحر وكل الحاجات دي، يعني بنتكلم فيها انه لازم كل الاول تشوفي المكان اللي انت رايحه، وبعد ما تشوفي المكان هنشوف الموضه بقى ونشوف الالوان ونشوف تقسيمات جسمك ايه اللي هيناسبها وايه اللي مش هيناسبها. وابتديت بقى اتكلم عن الموديلات اللي ممكن تتلبس، هتلاقي معظم الموديلات ما هياش برضه موديلات ثابته، يعني اللي هي تمشي في اي وقت، لكن هنمشي حسب الموضه برضه والالوانات والحاجات دي. فساتين الفرح هي زي ما بنقول هي بتبقى اللولي بتاع اي ازياء او عرض ازياء او حتى في الكتاب اكيد. طبعا يعني ده متكلمه فصل اساسي فيه عن فساتين الفرح. قايله عليه ايه في الكتاب؟ فستان الفرح برضو ده مشكلة، لأنه كل عروسة بتحلم باليوم ده وبتبقى عايزة تبان أجمل واحدة في الدنيا ومفيش حد زيها، فتبتدي تفكر فيه لازم من بدري على الأقل مثلا شهرين تبتدي تحضر له وتجهز له. بقول لها الخطوات اللي لازم تتبعها عشان تبتدي تنقي فستان الفرح وإيه كمالياته، دي مهمة جدا لأنه كماليات فستان الفرح في عرايس بينسوها اساسيات زي الجزمه زي بوكيه الورد زي التاج زي الطرحه، كل الحاجات دي مكمله. لا والاكسسوارز كله الاكسسوار متكلمه عنه وكل حاجه، يعني الميك اب متكلمه عنه كل الحاجات دي، فهي لازم تبتدي تفكر بخطوه خطوه. يعني انا ساعات تجي لي مثلا واحده جايه من غير جزمه هتعمل بروفا الفستان الفرح، مستحيل. طب ازاي؟ مستحيل. ده اساسيات. كل مكملات فستان الفرح اي حاجه هتلبسها في فستان الفرح لازم تكون متواجده معاها اثناء البروفا. فازاي بقى انها تبتدي تحضر لده؟ وكمان في مشكله انه بتيجي تبص مثلا على الموديل وتشوف نفسها فيه، وممكن الموديل ده ما يناسبهاش اطلاقا خالص. هي شايفه الموديل على موديل شكلها طول بجسم، فاهمة قصدي؟ ما فيهاش اي ديفو. مش معنى كده ان كل واحده عندها ديفو مش واقعي. لا دي بتحصل معايا. ايوه بتحصل معانا كلنا على فكره. طبعا ما تقدريش تشوفي حاجه في الفاترينه تقولي تتجنن هشتريه، وبعدين انت بتلبسيه انت قصيره وهو طويل فمش بتقتنع. حضرتك ما بتقتنعش، تقول لك لا انا عايزاه يا حبيبتي ما يناسبكيش. فابتدي بقى احرك معاها انه لازم يتغير فيه بعض التعديلات. المرآه اناقتك او مرآه أناقتك هو ده الكتاب لمصممة الأزياء هالة خوري اللي اديتنا النهارده كده هايلايتس أو يعني أضاءنا بعض الأفكار اللي موجودة في الكتاب. أنا هاخد النسخة دي علشان أنا دايما بتصلبط على الضيوف وآخد منهم كتبهم. تكتب لي إهداء لأن الواحد دايما عايز يعرف قواعد اللي هو ممكن يبقى شكله أحلى وشكله أنسب واللبس يبقى لايق عليه. بالتأكيد ليها قواعد وناخد القواعد من الخبراء. وطبعا بشكر خبيرة الأزياء ومصممة الأزياء الأستاذة هالة خوري، شكرا لوجودك معنا النهاردة. المرة الجاية بقى نبقى نعمل ونشوف عرض أزياء متكامل عن فصل. احنا قربنا على الصيف صح؟ خلاص يا رب بقى الصيف يجي عشان زهقنا من البرد. مش كده؟ بشكر حضرتك مرة تانية وبانتهاء الفقرة بتنتهي حلقتنا النهاردة.